السلام عليكم جميعا. في دروس لشرح صناديق ومجموعات الأدوات الـ Oracle Box، بالإضافة لشرح جميع الأدوات ومن خلال موقع GIS4V. الشرح راح يكون بسيط وسهل لفهم جميع الأدوات. في هذا الفيديو راح يتم شرح صندوق أدوات الـ Special Analyst Tools، بالإضافة لجميع مجموعات الأدوات الموجودة عندنا هون. وتابع هذا الفيديو لفهم جميع أدوات هذا صندوق الأدوات الـ Special Analyst Tools. في البداية يفضل مشاهدة هذا الفيديو لأي شخص مستواه على برامج الـ ArcGIS فوق الأساسي. وأيضا قبل الشرح في عنا جدول إكسل فيه مسار واسم جميع الأدوات صندوق التحليل المكاني، بالإضافة لوصف الأداة. عنا اسم الأداة باللون الأحمر، كذلك في عنا مسار الأداة، مجموعة الأدوات، بالإضافة لصندوق الأدوات. طبعا أي شخص يرغب الحصول على هذا جدول الإكسل، بتعليق أسفل هذا الفيديو راح يتم إرسال رابط من خلاله يتم التنزيل. إذا ننتقل إلى الشرح، ومن خلال أي متصفح بنروح بنكتب JS4V، بنروح بنكتب JS4V اسم الموقع. طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل شخص مهتم في نظم المعلومات الجغرافية. موجود عندنا دورة مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم على برامج الـ ArcGIS، بالإضافة لتنزيل برامج تدعم الـ GIS مثل الـ QGIS والـ Global Mapper والـ Civil 3D والـ AutoCAD والـ ArcGIS. كذلك موجود عندنا قسم في الـ Arc Toolbox فيه جميع الصناديق الأدوات ومجموعات الأدوات والأدوات جميعا. كذلك في عندنا مقالات بتهم نظم المعلومات الجغرافية ومعلومات جغرافية. وأيضا موجود عندنا هذا الموقع بدعم أكثر من لغة، في عنا اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وغيرها من اللغات. إحنا خلينا الشرح يكون على اللغة العربية، ولشرح صندوق أدوات التحليل المكاني الـ Special Analyst Tools بنروح على الـ Arc Map، بنكتب وبنعمل رايت كليك على اسم الصندوق وبروبرتيز، وبننسخ اسم هذا الصندوق وبنلصقه داخل أيقونة البحث، أو بنكتب اسم الصندوق Special Analyst Tools. بيظهر عنا عدة مقالات، في عنا مقال باللغة الإنجليزية كاملة وفي عنا مقال باللغة العربية. بنضغط على هذا المقال المطلوب، فيه شرح لصندوق الأدوات التحليل المكاني. طبعا في عنا التنقل السريع، إذا أنا مثلا في عنا مجموعة أدوات معينة حابب أفهم شو معناها، مثلا عنا الهيدرولوجي، مجموعة أدوات الخاصة بالتحليل الهيدرولوجي، بروح على التنقل السريع على كلمة الهيدرولوجي، بضغط عليها بنقل عليها مباشرة. طبعا أدوات الهيدرولوجي خاصة لنمذجة تدفق المياه من خلال السطح، من خلال السطح السيرفيس يعني. ويمكن تطبيق هذه الأدوات بشكل منفرد أو بشكل متسلسل. إذا أنا هيك فهمت شو المقصود بمجموعة الأدوات هاي. كذلك صندوق أدوات التحليل المكاني بقرأ عنه عشان أفهمه. طبعا فيه أدوات للتحليل المكاني لكل من البيانات النقطية وبيانات المتجهة، يعني الراستر داتا والفيكتور داتا، موجود فيها أدوات لتحليلهم. أنا بكون بقراءة هذه البيانات لفهم صندوق الأدوات ومجموعات الأدوات جميعا. طبعا أي استفسار عن أي مجموعة أدوات من خلال قسم التعليق بكتب تعليق معين وراح يتم الرد. وأيضا قبل البدء بفهم الكلمات المترجمة من الإنجليزي إلى العربي، الأفضل أن أكون بقراءة معاني المصطلحات الإنجليزية اللي تم ترجمتها للغة العربية من خلال مقال موجود فيه ملاحظات لجميع هذه الكلمات. فالأفضل قبل ما أفهم أنا أي صندوق أدوات أو أي أداة، بروح بكتب على أيقونة البحث مقدمة المرحلة الثانية، بضغط انتر، بيجي عندنا هذا المقال الخاص في المرحلة الثانية اللي هي مستوى متوسط في تعلم على RGS. بدخل على هذا المقال، بنزل الأسفل قليلا، في عندنا ملاحظات هاي مهم قراءتها كما ذكرت قبل البدء في ترجمة أو قراءة معاني الأدوات. في عندنا مثلا كلمة معلم أو ميزة اللي هي الفيتشرز المقصود فيها. مثلا عندي طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر معلم جغرافي أو ميزة جغرافية، أو بالإنجليزي features. إذن كلمة معلم مقابلها features. أيضا فئة الميزة اللي هي feature class، فئة الميزة المقصود فيها الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية والتي تتكون من مجموعة من المعالم. أيضا إذا كانت الطبقة لوحدها بتكون shape file، وإذا كانت داخل قاعدة البيانات feature class. المقصود بكلمة السمة أو السمات اللي هي جدول البيانات الاتربيوت تيبل للمعالم والظواهر الجغرافية. وكلمة النقطية مقصود فيها البيانات
الراستر، يعني الراستر داتا، الصور الجوية والاستشعار عن بعد، وطبقات السطح السيرفيس، بالإضافة لطبقات التي اي ان وخرائط الديم والسلوب وغيرها من هذه البيانات اللي هي النقطية. أما البيانات المتجهة اللي هي الفيكتور داتا تتمثل على شكل نقطة أو خط أو مظلة. أيضا جميع البيانات المضيوفة عندنا في جدول المحتويات اللي هو التابل أوف كونتنت اللي بتكون موجودة هون، أي طبقة إحنا بنستدعيها اسمها طبقة أو لاير. إذا أنا بعد ما فهمت معاني هدول الكلمات الأساسية بقدر إني أفهم الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية لفهم جميع الأدوات. أما بالنسبة لشرح الأدوات، طبعا أنا بدي أخذ مثال سريع. مثلا لو روحنا على مجموعة أدوات الريكلاس وروحنا على الأداة الريكلاسيفاي اللي هي المقصود فيها إعادة التصنيف، بكون بعمل نسخ لهاي الاسم أو بكتبها داخل أيقونة البحث، بضغط على انتر بيظهر عندي عدة خيارات أو عدة مقالات، بختار المقال المناسب. هي أول مقال اللي هو إعادة التصنيف، موجود عندنا تنقل السريع لجميع المدخلات الموجودة داخل هاي الأداة. يعني لو روحت على أداة الريكلاسيفاي في عندنا 1 2 3 4 5، في عندنا 5 مدخلات، بالإضافة لوصف هذه الأداة. عشان أفهم أي معامل أو وصف هاي الأداة بقوم بالقراءة. هاي الوصف يقوم بإعادة تصنيف القيم الموجودة داخل البيانات النقطية. طبعا البيانات النقطية اللي هي الراستر داتا. عندنا المدخل الأول اللي هو إدخال النقطية، يعني الانبوت راستر، يعني أدخل الراستر داتا اللي أنا بدي أقوم بإعادة تصنيفها، وأي معامل مش فاهمه بقوم بالقراءة عنه. كذلك أي استفسار عن هاي الأداة أو عن أي أداة موجودة بقوم بترك تعليق مناسب وراح يتم الرد. أيضا قبل الانتهاء من هذا الفيديو أنا بقدر أستعلم عن أي أداة موجودة في الأرك تول بوكس، مش بس في السبيشال أناليست تولز، بأي صندوق أدوات. مثلا لو رحنا على أدوات الجيو كودينج، رحنا مثلا على أول أداة اللي هو إنشاء عنوان محدد، فقط أنا بقوم بنسخ اسم الأداة ولصقها داخل أيقونة البحث، وبهاي الطريقة أنا بقوم بالقراءة عن هاي الأداة وجميع المعاملات اللي لازم أدخلها لاستخدام هاي الأداة. أيضا هاي موجودة عندنا مسار الوصول للأداة، اسم الأداة واسم صندوق الأدوات الخاص فيها والوصف الخاص وجميع الشرح بالعربي وبالإنجليزي لتسهيل الفهم والاستخدام. وأيضا في عنا قسم التعليقات لأي للاستفسار عن أي شيء. إذا بهاي الطريقة أنا بكون بفهم شرح ووصف أي أداة موجودة عندنا في الأرك تول بوكس من خلال موقع GIS4W. وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم.